الأغلبية الساحقة ديال المغاربة واللي كيحسوا بالحجرة الاقتصادية والحجرة الاجتماعية. هذه 99 مليون ثانية اللي هي المدة اللي عايشها هذه الحكومة في بيع الوهم للمغاربة. المواطن المحجور في سوق أربعاء الغرب وفي مليبوس الهام وعرباء وسيد الطيب وجل التراب الوطني رجع كيحسب لكم بالثواني. واش في اخبارك السيده الوزيره ان عدد المغاربه العالم قالوا لي حرفيا ان ديك 81 مليار درهم اللي كيرسلوا حسن انهم كيفكروا انهم يصيفطوها بطاطا ومطيشه وسردين اللي بالمناسبه كتصدر من هنا وكتباع رخاص تما. السيده الوزيره المحترمه، بغينا حكومه الكفاءات تنزل من داك البرج العاجي ديالها وتتعامل مع مشاكل المواطنين بالجديه اللازمه. بالله عليكي، واش هاد شي واحد في هاد الحكومه دي عارف الثمن ديال السردين شحال عامل؟ السردين اللي كياكلوه المغاربه كله. شتي السيده الوزيره، هذا هو الثمن السردين، هذا هو الثمن البوطه 53 درهم اللي هما هاد الصباح صبحت 63 درهم، هذا هو الثمن ديال زيت زيت نورمال، هذا الثمن ديال السكر. شفتي يا السيدة الوزيرة، خصكم تحلوا عينيكم، راه الناس في السواق، الناس راهم كيخرجوا للحانوت ما كيلقاوش وما يجيبوا لوليداتهم. النائبة المحترمة.